لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة المات تي في. يواجه فريق الوداد الرياضي مضيفه نادي نهضة الزمامرة في مباراة قوية خارج الدار البيضاء ضمن مؤجل دور 24 من البطولة الوطنية الاحترافية. ويبحث فريق الوداد الرياضي عن تحقيق نتيجة إيجابية خلال المباراة لتصدر البطولة مؤقتا، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 44 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر الرجاء الرياضي الذي يحصل المركز الأول برصيد 45 نقطة، بينما يسعى فريق نهضة الزمامرة لتحقيق الفوز رغم صعوبة المقابلة ضد الوداد الرياضي، وذلك للابتعاد أكثر عن المراكز المتأخرة، حيث يحصل المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة في الترتيب العام. ويدخل فريق الوداد الرياضي المقابلة تحت قيادة ميشيل أنخيل غاموندي بالتشكيلة التالية: في حراسة المرمى أحمد رضا التقنوتي، في الدفاع إشراك من حمزة أسرير وإبراهيم نجم الدين في قلب الدفاع، واعتماد كل من بدر الدين كالدارين وأيوب العملود على مستوى الأطراف كجناحي دفاع، في الوسط إشراك كل من وليد الكرسي ويحيى جبران بالإضافة لأيمن الحسوني في وسط ميدان النادي الأحمر، في الهجوم اعتماد كل من بديع أوك وإسماعيل الحداد على مستوى الأطراف، وإشراك كازادي كاسونغو في قلب هجوم الوداد الرياضي. وتجرى مباراة الوداد الرياضي ومضيفه نهضة الزمامرة 21 شتنبر انطلاقا من الساعة 7:15 على أرضية ملعب أحمد شكري بالزمامرة، وذلك برسم مؤجل دور 24 من البطولة الوطنية الاحترافية.